البداية من السودان، حيث أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحاكم دارفور ميني أركو ميناوي بمدينة بورت سودان. في غضون ذلك تضاربت الأنباء بشأن السيطرة على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم، حيث أفادت مصادر مقربة من الجيش بالسيطرة على المقر، وهو ما نفته مواقع محسوبة على الدعم السريع. دون توقف يستمر تبادل القصف في أمدرمان القديمة شرقها وغربها ومحيط مناطق أمبدة وأحياء الثورة. القذائف فوق وعلى المنازل والرصاص الطائش على الأرض في الكلاكلة جنوب مركز العاصمة الخرطوم. قالت لجان المقاومة إن 20 مدنيا قتلوا السبت نتيجة القصف العشوائي. تحصي لجان مقاومة جنوب الحزام 3 قتلى بالقصف، لم يسلم منه بيت ولا حيوان. في أم درمان وارى المدنيون 4 شبان أودت بهم قذيفة في حي المنارة القريب من قاعدة وادي سيدنا العسكرية. ويمتد القصف إلى مناطق شرق النيل وصوبة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وخطابات متوالية لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يشدد فيها على حتمية التخلص من التمرد وتقوية الجيش وتعيد بنصر قريب، لكن المشهد في عمومه يشير لاستقرار انتشار كل طرف في ذات مواقعه رغم التصريحات المتكررة عن السيطرة الكاملة على سلاح المدرعات من كلا الطرفين وفق ما يعلنان. الجيش السوداني يقول إنه يسيطر على المدرعات ويمشط محيطها منذ أيام، ومصادر في قوات الدعم السريع تقول إنها تحكم حصارها على الجيش فيها وتستولي على المناطق الشرقية، وتصف الحديث عن تحريرها بأنه دعاية مزيفة. الجيش منذ حوالي شهر يقصف محيط جسر شنبات ذي الأهمية الكبيرة لقوات حميتي، إذ أنه طريق إمداد القوات ما بين مدينتي بحري وأم درمان، وتحييده دون هدمه يشل فاعلية قوات الدعم السريع وقدرتها على التنقل. في مدخل شارع مدني زادت حسب شهود عيان ارتكازات قوات الدعم السريع شرق العاصمة الخرطوم، ما يضطر المدنيين لاستخدام طرق بعيدة في سهل البطانة. لكن الجيش أيضا ظهر في نقاط جديدة خارج واد مدني في تحسب واضح لأي فعل مباغت من قوات الدعم السريع.